قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم رواد العمل التطوعي العربي الذي حصلوا على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي لعام 2017، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الدول العربية للمرة الأولى في تاريخ الجائزة. أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة راعي الجائزة بجامعة الدول العربية لاحتضانها فعاليات احتفالية تسليم جائزة سموه للعمل التطوعي في نسختها السابعة، كما عبر عن تقدير سموه العميق لمعالي الأمين العام للجامعة على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس توجهات الجامعة في المرحلة الراهنة نحو دعم ومساندة العمل التطوعي في وطننا العربي، والتي تمت ترجمته في إطلاق جامعة الدول العربية لعقد العمل العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026. وخلال كلمة سموه في الاحتفالية، وجه سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة التهنئة إلى جميع المكرمين الذين قدموا وبذلوا الكثير في خدمة مجتمعاتهم غير عابئين إلا بمساعدة أوطانهم في مختلف المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا الحفل الكريم لابد أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة الدول العربية لاحتضانها فعاليات احتفالية تسليم جائزتنا للعمل التطوعي في نسختها السابعة، كما نعبر عن تقديرنا إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيط على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس توجهات الجامعة العربية في المرحلة الراهنة نحو دعم ومساندة العمل التطوعي في وطننا العربي، والذي تم ترجمته في إطلاق جامعة الدول العربية لعقد العمل العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026 العام الماضي، فإن المنظمات الأهلية من أدوار حيوية في دعم مسيرة التنمية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه بلداننا في سبيل تنفيذ خطط التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطن العربي. والتوجه أيضا بالتهنئة إلى جميع المشاركين والمكرمين في هذا اليوم الذين قدموا وبذلوا الكثير في خدمة مجتمعاتهم غير عابئين إلا بمساعدة أوطانهم في مختلف المجالات. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد بات العمل التطوعي أحد العوامل الأساسية في العمل الإنمائي منذ بداية الألفية الجديدة، كما بات تقدم الدول يقاس بما لديها من مبادرات تطوعية تعكس الوعي والإدراك لدى مواطنينها بأهمية تكامل الدور المجتمعي مع الخطط التنمية التي تتبناها الحكومات في هذه الدول، كما تعكس ما لدى الجهات الرسمية من تبني لهذه المبادرات بما يسمح لها للتحرك الإيجابي لسد الفجوات التنموية في بعض المجالات التي قد لا يمكن أن تشملها برامج العمل الحكومية. إن العمل التطوعي سمة متأصلة في مجتمعاتنا العربية مارست قيم التسامح والتعايش، فكانت منارة للعلم والحضارة والرقي والتطور الذي أنار الطريق للعالم أجمع، كما أن تاريخنا العربي يزخر بالعديد من العلامات المضيئة في مجالات البذل والعطاء والتي تحولت إلى قدوة حسنة للأجيال المتعاقبة. وجاءت انطلاقة جائزتنا للعمل التطوعي قبل 7 سنوات من أجل تعزيز ونشر قيم العمل التطوعي لدى أجيال الشباب ليكملوا ما بدأه الآباء والأجداد من مسيرة عطرة في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على النماذج المشرقة في مختلف أنحاء الوطن العربي واستعراض نجاحاتهم أمام الشباب ليبذلوا كل ما فيه الخير لصالح نهوض بلدانهم وأوطانهم نحو طريق التقدم والازدهار. لقد كان للخطوات الحكيمة والتوجيهات السديدة من لدى القيادة الرشيدة بمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر
وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظهم الله، الأثر البالغ في ترسيخ قيم ومبادئ العمل التطوعي في المملكة، وذلك بجانب الدعم اللامحدود للعمل الخيري بمختلف أنواعه، بما من شأنه دفع المجتمع نحو معاني العمل الخيري والتطوعي والإنساني. من جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة للعمل التطوعي في نسختها السابعة، مضيفا أن الاحتفال بالجائزة أصبح بمثابة منبر عربي لنشر ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة في العالم العربي، الأمر الذي ساعد في تسليط الضوء على النماذج المشرقة من قيادات العمل التطوعي في الوطن العربي وعلى قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب وتوجيه طاقاتهم لخدمة مجتمعاتهم بغية توريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف الأجيال. وأضاف أن الاحتفاء برواد العمل التطوعي في العالم العربي يأتي كخطوة نحو تعزيز مكانة جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي على المستوى الإقليمي، وكذلك العمل على تحقيق رؤية الجائزة في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخلاقة في العالم العربي. من جانبه ألقى الدكتور عبد الله معتوق المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلمة نيابة عن المكرمين، أعرب خلالها عن تقديره لاحتضان جامعة الدول العربية لحفل جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة للعمل التطوعي، تقديرا منها للدور الريادي والمتميز الذي تطلع به مملكة البحرين في دعم العمل التطوعي عربيا وإسلاميا. وتوجه المعتوق نيابة عن المكرمين بالشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة لرعايته هذه الجائزة الرفيعة دعما وتشجيعا لثقافة العمل التطوعي، كما نوه بدور جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للتطوع لتنظيمهما هذه الاحتفالية ودورهما الكبير والملموس في دعم مشروعات العمل التطوعي في مختلف المجالات وتفعيل جهود الشباب العربي في خدمة أوطانه والعمل على تنميتها وازدهارها وتطورها. عقب ذلك قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم 15 شخصية عربية نظير إسهاماتهم التطوعية على المستوى العربي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ حسن بوهزة رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة. أستاذ حسن، بداية مساء الخير، هل تصف لنا الأجواء الاحتفالية التي استضافتها الجامعة العربية بالقاهرة لتكريم الشخصيات الحاصلة على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة للعمل التطوعي في نسختها السابعة؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، اليوم يعني احتفلنا في القاعة الرئيسية لجامعة الدول العربية بجائزة سمو الشيخ عيسى للعمل التطوعي، والتي حضرها وشرفت سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، كما حضرها الأمين العام لدول مجلس التعاون للجامعة الدول العربية، كما حضرها أيضا الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، وحضرها أيضا سعادة السفير البحريني راشد الخليفة. هذا الاحتفال تم فيه تكريم 15 شخصية عربية من الدول العربية حصلت على جائزة سموها للعمل التطوعي، كما يعني تم تكريم المؤسسة الرائدة في العمل الاجتماعي اللي هي المبادرة الخليفية كمؤسسة رائدة في العمل الاجتماعي عن مملكة البحرين. في هذا الاحتفال تم تكريم مركز الملك سلمان من المملكة العربية السعودية. طبعا أبرز المكرمين بجائزة سموه للعمل التطوعي كان السيد عبد الله معتوق المعتوق مستشار أمير الكويت والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حضر لهذا الحفل، وأيضا
تم تكريم معالي السيدة نجلاء العور وزير التنمية الاجتماعية من دولة الكويت. أيضا تم تكريم السيد طلال بوغزال من المملكة الأردنية، وسيد سهيل سالم بهوا من سلطنة عمان. كما يعني تم تكريم سيدة الأعمال هبة السويدي عن جمهورية مصر العربية، ومجموعة من الشخصيات المهمة. طبعا الاحتفال حضر لفيف من الشخصيات الهامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين عن القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني في جمهورية مصر العربية. نعم نعم، من القاهرة الأستاذ حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، شكرا لك.